أخي الكريم، مع استمرار مسلسل المجازر والإبادة الجماعية لأبناء شعبنا قبل قليل، يعني في نهاية يوم أمس في الساعة الأخيرة قبل ساعة، وتم قصف أحياء في داخل مخيم المغازي، قصف هناك للمنازل للمواطنين وهم آمنين في مكان سكناهم، تم قصف ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 30 شهيد وأكثر من 100 إصابة. جل الإصابات والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، معظم الإصابات وصلت إلينا إصابات خطيرة، وشهداء وصلوا منهم أطفال مبتوري الرؤوس ومنهم أشلاء ومنهم لم نتعرف عليهم لحتى الآن من وصول الشهداء، لأنهم وصلوا عبارة عن أشلاء تم وضعهم في أكياس. مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد الموجود في المحافظة الوسطى، هذا المستشفى الذي لا يستطيع الاستقبال مثل هؤلاء العدد الكبير من الإصابات والشهداء، وخاصة ونحن في انهيار في المنظومة الصحية بسبب نقص كبير في المستلزمات الطبية ونقص كبير في الأدوية وعدم وجود وقود، لم يصلنا أي لتر وقود من المساعدات ولا حتى المساعدات التي دخلت من معبر رفح، لا يصلنا يوميا إلا حوالي 3 أو 4% من المستلزمات اللازمة والاحتياجات اللازمة لمستشفيات قطاع غزة. هناك أزمة وكارثة حقيقية وكارثة صحية في داخل هذا المستشفى بسبب الأعداد الكبيرة التي تصلنا من المصابين، وهناك إصابات خطيرة ما زالت موجودة داخل المستشفى. يعني داخل المستشفى الأعداد المصابين المنومين في داخل المستشفى يفوق 5 أضعاف عدد الأسرة الموجودة، يعني هناك عدد كبير من المصابين منوم بين الأسرة في الممرات، في الساحات الخارجية، في خيام، في يتم نقل أيضا المصابين من خلال سيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال على ألواح من الخشب. لا يوجد أسرة في قسم الاستقبال لكونه في داخل الأقسام، تم نقل هؤلاء الأسرة لوضع المرضى في داخل المستشفى من الداخل. ونحن ناشدنا العالم وناشدنا الإسلامية منذ بداية هذا العدوان أن يوقف هذا العدوان وأن يقدموا المساعدات الحقيقية اللازمة من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية والوقود إلى أبناء شعبنا. كيف تتعاملون مع الكم الكبير من الإصابات الخاصة التي تصل يوميا لأكثر من 100 إصابة في النصف ساعة، في كل نصف ساعة؟ هل هناك إمكانيات لديكم للتعامل مع هذه الإصابات؟ أخي الكريم، طواقمنا الطبية تعمل على مدار الساعة، ولكن الإمكانات الموجودة في داخل المستشفى قليلة جدا جدا، والأدوية لا يوجد أدوية كافية لإنقاذ حياة مصابينا، وخاصة أن هناك عجز كبير، لا يوجد لدينا الآن أسرة في أقسام العناية المكثفة لعدم وجود أجهزة تنفس صناعي، ومعظم الإصابات الموجودة الآن في داخل المستشفى منهم من يموت موت سريري، منهم لا نستطيع إنقاذ حياتهم لعدم وجود أجهزة حقيقية في مثل أجهزة التنفس الصناعي، غير موجود الآن. يعني هناك كارثة صحية حقيقية موجودة في داخل مستشفياتنا، غرف العمليات ممتلئة، كثير من الحالات الآن تنتظر على الدور. يعني هناك أيضا في نقص كبير في المستلزمات والأجهزة اللازمة لتثبيت الكسور منها الداخلية والخارجية، هناك أيضا نقص في الطواقم الطبية، لأن هناك بعض الإصابات والإصابات الخطيرة منهم من يصاب في الرأس وفي البطن والأطراف، يعني حوالي 4 أو 5 جراحين يعملون مع مريض واحد، منهم أوعية دموية، جراحة صدر، جراحة مخ أعصاب، يعني جراحة عامة، يعني هناك إصابات خطيرة لا نستطيع إنقاذ حياة هؤلاء المصابين. ولذلك أنا أناشد نداء استغاثة للأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لإرسال طواقم طبية، إرسال طواقم طبية إلى جميع مستشفيات قطاع غزة دون استثناء، وفتح مستشفى ميداني، وإرسال أجهزة مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة التخدير وصواني قسم العمليات، وعبارة عن طواقم صحية منهم جراحين متخصصين في جميع أنواع التخصصات الجراحية لعدد كبير يصل إلى المستشفى. الآن مستشفى شهداء الأقصى، أقسم لك بالله،
بالله أخي الكريم، لا يوجد مكان نوضع فيه أي مريض. يعني هناك موجود كارثة صحية. الآن من يسمعني ولم يستجب لهذا النداء بإرسال مساعدات طبية وطواقم طبية، ستكون دماء أبناء شعبنا لعنة عليه وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية إن لم يقدموا هذه المساعدات لإنقاذ حياة المصابين.